من 100 سنة ويمكن أكتر قبل التطور والفيسبوك، في مصر والشرق الأوسط بدأ لينارد مع لاندروك، واحد شيكي أما التاني فهم في شغله وألماني. عملوا سوا مكتبة عامة وسط البلد، هي مكانها شارع إبراهيم باشا. ساعتها في العشرينات كان عنوانها أجيال بتيجي وتتغير، ودي الزمن بيقول ويعيد، لسه المكان زي ما هو، تفاصيله لها ألف علامة، شايل وراه حكايات ياما. دكتور أدوارد لومليه، ازي حضرتك؟ الحمد لله. مرسي ان انت مستضيفنا في المكتبة الرائعة دي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك. بيجي لك أغلبية الناس اللي بيجوا لينارد أند لاندروك سياح ولا ناس عايشين هنا؟ في سياح وفي ناس عايشين هنا، من ده من ده من ده ومن ده. لكن حضرتك كل يوم بتيجي المكان ده؟ طول الوقت أنا في المعاش، ما بيجيش كل يوم. طلعت على المعاش، طلعت نفسك على المعاش. عندي 85 سنة. حلوين أو كويسين، بس بيجي على الأقل مرة في الأسبوع. مرة واحدة؟ قليل أوي. ولكن في البيت لسه بشتغل كتير قوي عن الصور الأبيض الأسود بتاع لينارد لاندروك. هنحكي الحكاية من الأول خالص. حضرتك تقرب لي لاندروك صح؟ والفوتوغرافر الأصلي، المصور الأصلي كان لينارد، واللاندروك كان بيصور برضو ولا بس الشريك؟ بس لينارد كان بيصور. لاندروك كان النهاردة هنقول المانجر. بداية الشراكة دي، بداية لينارد أند لاندروك كانت فين؟ كان في تونس 1904. أوكي. ولينارد كان مبسوط قوي هناك. إيه اللي سفرهم أصلاً؟ هم من أصل حد بوهيميان وحد من ساكسون؟ بالصدفة. لينارد كان بيذاكر في فيينا في النمسا. ولما خلصت دروس راح ماشيا عبر إيطاليا لباليرمو، قعد هناك أقل من سنة. كان بيتعلم الفوتوغرافيا؟ بيتعلم الفوتوغرافيا؟ هو علم تازة في فيينا. ومن باليرمو هو عرفت إن بالمركب شراعي كان ممكن يوصل ويمكن تونس بعد 17 ساعات وعمل الرحلة. وطبعاً الأيام دول لو واحد كان عاوز يصور كان لازم يصور يفتح الكاميرا دقيقتين ثلاثة عشان النور يخش بشوية، كان كله ضعيف قوي، الإنسان مش لازم يحرك. في تونس مع الشمس كان أحسن بكتير. كان ممكن وهو أسرع. وهو بالمرة عرفت ناس هناك وكان يتكلم فرنساوي، طبعاً كان برضو حاجة كويس. عمل شوية صور ورجع ماشياً عبر إيطاليا بالكامل وراح سويسرا. ما فيش حد عارف ليه اللي جابه في سويسرا. أيوة، لأن هو من أصل مش سويسرا. هو خلاص. وفي فيفي قابلت لاندروك. باين كنا هما كانوا أصحاب، إزاي ومن إمتى ده برضو هذا أنا ما فهمتش. بس لاندروك هو ألماني مكان تاني من لينارد، بس هما كانوا أصحاب. ولما لاندروك شاف الصور بتاع لينارد قال له مع هذا الصور ممكن أعمل بيزنس. لسه هقول لك، عمل بلين بلين تعالى. ونفس السنة هما راجع تونس ونجحوا. بس طبعاً 1914 الحرب العالمية، واحد يتكلم ألماني وعنده كاميرا مظبوط، هو أكيد جاسوس. جاسوس طبعاً. برضو كان في عهد بين فرنسا وألمانيا، أي واحد المفروض يخش في سجن كان ممكن يسيبه في سويسرا. ممتاز. إذا كان هو أبداً ما كنتش في جيش، ولا لينارد ولا لاندروك أبداً ما كنتش في جيش كده، الاثنين راحوا في سويسرا. لازم يستنى في قرية معينة. ده سجن شيك قوي اللي في سويسرا، اللي زعلانين منه نودي سويسرا. لينارد جابوا قرية صغيرة في الجبال اسم دافوس، وهو عرفت هناك ست ألمانية من إلزاس جوزتها
بعد الحرب هي أخذت الجنسية الفرنسية، إلزاس راح من ألمانيا لفرنسا. ولشان خاطر هذا الست هو برضو أخذ الجنسية الفرنسية. الفرنسية. يعني من عدو فرنسا وأخذ الجنسية الفرنسية. ده لينات مش لاندروك. لاندروك راح في سويسرا برضو بلد صغير. وعرفت جدتي، هي كانت تعبانة مع جدي وقالوا مع السلام يا خبر وجوزت لاندروك. باباك كان ابن الست من ألزاس، من الست لاندروك. هي أصلاً كانت سويسرية، إيطالينات كانت من ألزاس. من لاندروك جدتي هي من سويسرا الألمانية، كان مشكلة تانية لما جدي جوزتها عشان الألماني برضه، جدي من سويسرا الفرنسية والفاميليا كان زعلان قوي ليه تجوز واحدة أجنبية. طب وإنت علموك إيه اللغة الأولانية، فرنساوي ولا ألماني؟ فرنساوي الأول. كان عندنا هنا في القاهرة مدرسة سويسرية ابتدائية باللغة الفرنسية، أول لغة أجنبية ألماني. فانت رحت المدرسه دي؟ رحت. هم نقلوا البيزنس هنا مصر وفضلوا يشتغلوا لحد الثلاثينات اواخر الثلاثينات. 1930 لينا صورت مصر كله من ابو سمبل لاسكندريه، كل الصور المعروفه دي، الصور. وراح كمان فلسطين. لما هم قفلوا من البيزنس هنا ومشوا، البيزنس فتح ازاي تاني هنا؟ سعيد وحسن هما الاثنين اللي كان معايا أكثر من 30 سنة. يعني حضرتك اللي جيت فتحت لينارد أند لاندروك تاني ولا باباك؟ هو 1924-25 هما فتحوا في شارع الشريف، وده كان مشروع حلو. كان مشروع حلو. وهما اشتغلوا هناك حتى 2016. كنت بتقول لي إن أنت كنت بتشتغل مش دايماً في الصور والكتب. كنت أصلاً جيولوجين صح؟ أنا فعلاً سنة 56 افتكرت إن ما فيش future، ما فيش مستقبل في مصر. رحت ألمانيا درست جيولوجيا، وبعد كده اشتغلت تقريباً 10 سنة مع شركة بترول. 10 سنين في البترول. بس كنت اتولدت في مصر وكبرت في مصر. أيوة. طب والعربي مكسر كده ليه يا خوالي؟ ما كنتش فيه لغة العربية خالص الأيام دول. أنت كنت في المدرسة السويسري دي؟ سويسري، وبعدين تخرجت في الليسي فرنساوي. في الليسي. وفي الليسي فرنساوي برضو ما كنتش فيه عربي خالص. العربي جاء السنة أنا خلصت المدرسة. وأنا بتجول في المكتبة شفت الأوضة التانية مليانة الصور بقى القديمة اللي هي أصل المكتبة والحاجات الحاجة الأساسية اللي الناس بتيجي تتفرج. مظبوط. أيوة. يضايق حضرتك لو نكمل الكلام بتاعنا الناحية التانية؟ بكل سرور. وسط البلد مش بس وسط القاهرة الجميل، ده مكان ثقافي من أكتر من 100 سنة. هنا هتلاقي أي كتاب بتدور عليه، سواء كان رواية، شعر، تاريخ، تراث، أو حتى الكتب الأجنبية. مكتبات Reader's Corners ولينارد أند لاندروك من أقدم مكتبات وسط البلد، ده غير مكتبات دار المعارف في عبد الخالق باشا ثروت. لو بتدور على كتب الأطفال هتلاقيها في مكتبة الكيلاني في شارع البستان، واللي أسسها رائد أدب الطفل كامل الكيلاني. وفي ميدان طلعت حرب مكتبة مجبولي، ودي كانت فرشة كتب وجرايد من أكتر من نص قرن على نفس الرصيف. كل المكتبات دي بتثري الحركة الثقافية مش بس في مصر، لكن في كل مكان في العالم. ده واحد راجل بيشتغل زي لينارد لاندروك. ده راجل بتاع مكتبة. بتاع مكتبة. زميلهم. زميلنا. زميل كار. عارف كار يعني إيه؟ أميتيه. فده ده زميل الكار بتاعنا. بالزبط. راجل بتاع مكتبات. دي سنة كام مثلاً؟ بين 24 و30. ووالدي عندنا لسه تذكرة. شكراً. تذكرة بتاع السفر. معقولة؟ فاكاتر.
كل دي تذكرة سفر؟ كان غالي قوي. بكام؟ مكتوب هنا؟ مكتوب فلسطينة. يبقى فلسطينة مكتوب انه فوق فوق فلسطين. انا عارف ان كان 27 جنيه استرليني. دي غالية قوي جدا. الصورة دي من اشهر الصور اللي مصر البنت بتاعت سيوة دي من اشهر الصور. بس لينارد اخذ هذا الصور في تونس. كان ناس كبيل الأولد نايل كانوا أصلا من الشرق الجزائر. يعني البنت دي مش مصرية؟ مش مصرية. كل الصور بيبقى مكتوب عليها سيوة جيرل سيوة جيرل. أنا كنت فاكرة الست البنت دي من سيوة لأن هما السيوة عندهم سيوة. هبقى اوري لك بس سهت على حاجات على الانترنت على لان عندهم نفس اسلوب الوشم الكبيل كبيل ولد نايل هما من شرق الجزائر. ده بتاع العرقسوس صح؟ اه ما هو ده الحياه اليوميه بتتعرف من الصور. يعني احنا عارفين دلوقتي ان الست دي لابسه قفطان زي القفطان الرجالي شايله ابنها فبتقدر تعرف الناس كانت عايشه ازاي. دوكيومنتيشن التصوير تاريخ. ده السقه كان شغل متعب قوي ومع فلوس قليل بس هو مبسوط. هو بيضحك هو مبسوط. من مصر لينا راح برضه في فلسطين صورت القدس مثلا. معقوله؟ أنا أول مرة أشوف صورة قريبة كده. أيوة من المسجد. أيوة الأيام دول قريب كده عادي. كان قريب والدي. يا خبر باباك شكل ليوناردو دي كابريو في الفيلم بالظبط بتاع The Great Gatsby ده بالظبط. وده أنت وده أنا مثلا 1923 أو 24 لما لينا تجي في مصر الأبو الهول كان لسه تقدر تجيله في الرملة في الغملة. دي كل الصورة دي مشهورة قوي عشان كل حد بيقعد في المينا هاوس بيحاول يقعد في نفس الكرسي ويأكل على نفسه ويشوف الهرم. أيوة من ورا كده. كان عندي 10 سنة علمت تعوم في بيسين المينا هاوس. المينا هاوس اللي بتعلم في الأزهر الحلقات بتاعت الأزهر. رجعنا تاني في الأوضة الجميلة. مين صاحب الفكرة إن كمان في المكتبة يكون فيها الخزف والحاجات الفنون التقليدية المصرية دي؟ الحاجات دول كوم كده بشويش قليل في البداية. افتكر مراتي كان عنده برضو فكرة مع حسن وسعيد كانوا عايزين شوية حاجات جابوا علشان فهمنا مع الوقت في ناس كتير مش عاوزين يقرأ كتب كله بال ولا يتفرج على صور ولا يقرا كتب ولا يتفرج. أيوة على صور. لا يتفرج على صور. ايوه بالذات لو في سياح بتيجي لحضرتك فممكن ياخدوا سوفونير كمان في نفس كمان الوقت طبعا. أيوة صح فهمتالي. أيوة دي الفكره. وبرضه في مصريين كتير مبسوطين قوي لما بيشوف الانتاج المصري الحلو. الانتاج المصري الجميل. عندك حق. احنا بقى عايزين نديلك كمان الانتاج المصري الجميل بتاعنا. احنا عندنا زميلتنا ساره دايما بترسم بورتريه للبطل بتاع الحلقه بتاعنا. وريني يا ساره كده. اوه اوه لا لا اوه لا لا شكلك مصري في الصوت. اوي 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 شكرا. عفوا. افتح كتاب هتشوف عالم دنيا كبيره وملهاش حصر. ومصر دايما سباقة. كل التاريخ بادئ من مصر. ليه الشرف إن أنا مصر؟ ده تاريخي وكياني وأرضي. أول قراءات الإنسان مكتوبة على ورق البردي. سابقين في علم وفن وطب وعملنا طفرة في كل مجال. في حاجات كتير قوي من غيرنا كانت هتفضل بس خيال.